صباح الخير مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتسمع فيه الفيديو ده. معكم هشام طه ايجيبشن فالكونز. وحشتوني جدا ورجعت لكم النهارده فيديو جديد. والفيديو بتاع النهارده هنتكلم مع بعض عن مشكله بتواجه اغلب المستخدمين او اغلب الناس اللي بتستخدم الكمبيوتر، وكلنا تقريبا بنقع في المشكله دي. وهي بكل بساطه انك تبقى شغال على الويندوز بتاعك او على الكمبيوتر الخاص بيك وتلاقي الكمبيوتر فجاه او مع الوقت تقريبا بدا ان هو يتقل شويه، بدات ان تحس ان في لاج بيحصل او في ملفات بتبوظ مثلا. وده في الغالب بيكون راجع لان انت بتستخدم الكمبيوتر كتير وبتنزل ملفات من على الانترنت او بتركب فلاشات في الكمبيوتر كتير، فبالتالي بيعمل عندك مشكله. والمشكله دي بكل بساطه ان ممكن يكون عندك فيروس في الكمبيوتر وانت مش عارف عنه حاجه. طيب ما انت هتقول لي ان انا عندي انتي فيروس او ان انا عندي اصلا ويندوز ديفندر حتى لو انا مش مسبب برنامج خارجي. بكل بساطه في فيروسات معينه ما بيقدرش الانتي فيروس انه يكتشفها، او فيروسات بمجرد انها بتنزل على الجهاز بتروح جاريه على السيستم او بارتيشن السي اللي عليه الويندوز وبتفضل موجوده في البارتيشن ده او في النظام ده بحيث ان الانتي فيروس نفسه ما بيقدرش انه يسيطر عليها او انه يحذفها. طيب في الحاله دي بتعمل ايه؟ كنا زمان لما بنفيروس بناخد الهارد بتاعنا او وحده التخزين بتاعتنا ايا كانت هي ايه بالظبط، وبنبدا ان احنا نركبها على جهاز تاني علشان نعمل لها سكان. طيب ليه ما نعملش سكان من جوه الجهاز نفسه او من جوه الويندوز نفسه؟ لان بكل بساطه لما الفيروس يروح يحقن نفسه في السي او في بارتيشن النظام، وقتها الانتي فيروس نفسه ساعات ما بيقدرش يحذفه او اوقات ما بيقدرش انه يكتشف اصلا ان في فيروس في المكان ده. فعلشان نقدر ان احنا نامن نفسنا او نكتشف الفيروس ده ونعمل له ديليت تماما من النظام عندنا، وقتها بنضطر ان احنا نركب الهارد على نظام تشغيل تاني يكون نظيف، واهم حاجه يكون نظيف ومتثبت عليه برنامج انتي فيروس قوي طبعا، وبنبدا ان احنا نعمل سكان او نعمل فحص الهارد ده. وده ليه؟ لان نظام التشغيل اللي موجود على الهارد الاساسي اللي عليه الفيروسات بقى نظام مطفي تماما، ونقدر وقتها ان احنا نشيل الفيروسات من عليه حتى كمان نقدر نفرمت النظام بالكامل. ولكن دلوقتي ومع تطور التكنولوجيا تقدر ان انت تعمل سكان للهارد بتاعك حتى وهو عليه نظام التشغيل من جهازك من غير ما تشيله من مكانه. طيب وده ازاي؟ ده بيكون عن طريق حاجه اسمها اسطوانات الطوارئ، ودي حاجه راجعه لشركات الانتي فيروس. واشهر شركتين بيعملوا اسطوانات طوارئ هم كاسبر سكاي وايست، والبرامج بتاعتهم او اسطوانات الطوارئ بتاعتهم اسطوانات قويه جدا. ودي فكرتها بكل بساطه ان انت بتطفي نظام التشغيل اللي موجود عندك على الجهاز تماما، وبتبدا ان انت تفتح نظام تشغيل خاص باسطوانه الطوارئ دي، وكانك مركب الهارد في جهاز خارجي، لدرجه ان انت ممكن تركب فلاشه معينه تعمل لها سكان من جوه نظام الطوارئ ده. وده بكل بساطه لان نظام التشغيل او اسطوانه الطوارئ دي بتبقى نظام تشغيل كامل تقدر تفتحه وتتصفحه، لانه مبني على التوزيعات الخاصه باللينكس، فبالتالي هو نظام تشغيل بيتفتح اصلا حتى لو مش موجود هارد في الجهاز. اوكي، وفي الفيديو بتاع النهارده هقول لك ازاي تتعامل مع اسطوانات الطوارئ دي، وازاي ان انت تحرقها على اليو اس بي خاصه بيك بدون مشاكل، وازاي كمان ان انت تقدر تستخدمها. في البدايه كده يا صديقي انت مش محتاج غير يو اس بي. اليو اس بي دي من خلالها هتقدر ان انت تفتح اسطوانات الطوارئ دي علشان تقدر ان انت تعمل سكان للهارد بتاعك. في البدايه كده هتبدا ان انت تركب الفلاشه في الجهاز الخاص بيك، وتبدا ان انت تفتح البوت منيو الخاص بالجهاز، وطبعا الفلاشه دي محروق عليها قبل كده الكاسبر سكاي والايست او حتى اسطوانه الطوارئ واحده بس، سواء كاسبر سكاي او ايست. ومع العلم البوت منيو بيختلف من جهاز لجهاز وبيختلف من ماذر بورد لماذر بورد. يعني انا في حالتي مثلا البوت منيو عندي F9، ممكن يكون عندك ديليت، ممكن يكون عندك F12، ايا كان البوت منيو اللي موجود عندك في الجهاز. وبعد ما تفتح البوت منيو بتبدا ان انت تختار اليو اس بي او الفلاشه اللي محروق عليها النظام. وبعد ما تعدي معاك الفلاشه في نظام البوت منيو الخاص بالجهاز بتاعك هتبدا تفتح معاك نظام التشغيل اللي انا حرقه على الفلاشه، واللي انا في حالتي دلوقتي فينتوي، وفي حالتي دلوقتي برضو انا حارق كاسبر سكاي وايست علشان الشرح. وطبعا انت ممكن تحرق نظام واحد بس مش الاثنين، مش شرط يعني. وبعد ما تختار اسطوانه الطوارئ اللي انت حابب تستخدمها هتختار اول اختيار بعد كده واللي هو البوت نورمال، او ممكن تعدي معاك على طول وتفتح عادي جدا. ركز في الخطوات اللي بعد كده. وفي حالتي دلوقتي انا فاتح الكاسبر سكاي، ودلوقتي بيعرض عليك اللغات اللي انت هتستمر بيها في استخدام الاسطوانه دي. واللغات اللي موجوده معانا دلوقتي هي الانجليزيه والروسيه، وطبعا احنا مش كلنا فقهاء في اللغه الروسيه، فبالتالي احنا هنختار اللغه الانجليزيه، ولو كان في عربي كنا اخترناه عادي جدا. وبعد ما تختار اللغه هتدخل معاك على الصفحه اللي بعد كده واللي فيها خمس اختيارات، احنا هنختار اول اختيار بس واللي هو كاسبر ريسكيو ديسك جرافيك مود. والنظام ده فيما معناه ان انت هتستخدم اسطوانه الطوارئ عن طريق شويه الصور اللي هيظهروا لك، يعني انت هتستخدمها استخدام عن طريق الماوس. ولكن في اختيار تاني تقدر تستخدمه عن طريق الكتابات، وده من خلال الدوس، ودي طبعا بتكون صعبه جدا ومحتاجه شويه اوامر تحفظهم، وانصحك بلاش منها. وبعد اختيارك لاول اختيار هتبدا ان هي هتحمل معاك اسطوانه الطوارئ، وتاخد شويه وقت مش كتير علشان تبدا انها تحمل الملفات الخاصه بيها علشان تعمل سكان للكمبيوتر بتاعك. وبعد ما تفتح معاك اسطوانه الطوارئ هتظهر ليك نافذه، النافذه دي فيها علامتين صح لازم تعلمهم، ودول بتوع ايه؟ دول بكل بساطه بتوع صلاحيه الاداء انها توصل للفايلز بتاعتك او للبارتيشنز بتاعتك، لازم تديها الصلاحيات دي علشان تقدر تقرا البارتيشنز اللي موجوده عندك. وبعد ما تختار العلامتين دول هتدوس على علامه اكسبت او زرار اكسبت اللي موجود على اليمين من تحت، وبعد كده هتظهر ليك نافذه الخاصه بكاسبر سكاي اللي هتبدا من خلالها ان انت تعمل سكان. ولكن قبل ما تعمل سكان هتلاقي موجود من فوق كده بالشريط الاصفر هتلاقي فيه تحذير. التحذير ده حاجه ما تقلقش ولا حاجه، بكل بساطه الاسطوانه بتقول لك اعمل ابديت لقاعده الفيروسات اللي موجوده عندي علشان اقدر اتعرف على الفيروسات الجديده. فانت بكل بساطه هتبدا ان انت تدوس على كلمه ابديت اللي باللون الازرق علشان يبدا ينزل قاعده الفيروسات الجديده، وده طبعا بيتطلب وجود انترنت في الجهاز. وبعد ما تدوس على كلمه ابديت اللي موجوده باللون الازرق
هيتقفل معاك برنامج كاسبر سكاي نهائي وهتتفتح معاك صفحة تانية. الصفحة دي بكل بساطة عبارة عن CMD بيتحمل من خلاله قاعدة بيانات الفيروسات الجديدة. هتسيبها تحمل هتبقى تقريبا في رينج 180 200 ميجا 212 ميجا بالكتير خالص. وده طبعا زي ما قلت لك لازم يكون عندك انترنت، ولو الانترنت عندك سريع الصفحة دي هتختفي بسرعة. وبعد ما يخلص تحميل قاعدة البيانات تلقائي هيتقفل لوحده وهتظهر معاك النافذة اللي انت شفتها في الاول خالص واللي من خلالها بتدي صلاحية وصول للملفات مرة تانية. المهم هتدي صلاحية وصول للملفات وبعد كده تدوس على اكسبت وهتفتح معاك نافذة كاسبر سكاي، ولكن المرة دي من غير التحذير اللي موجود من فوق. ولو ظهر لك التحذير دوس على ابديت تاني، اعرف ان في مشكلة في الانترنت عندك وقاعدة البيانات او قاعدة الفيروسات ما نزلتش. المهم بعد ما تفتح معاك برنامج كاسبر سكاي مرة تانية هتبدا ان انت تختار او تسلكت كل البارتيشنز اللي موجودة عندك علشان تعمل لها سكان. وطبعا ما تستغربش من اسماء البارتيشنز دي اسماء تانية او اسماء يعني تقدر تقول اسماء السيستم الخاصة بالبارتيشن نفسها او السيستم فوليوم. المهم هتبدا ان انت تختار اسماء البارتيشنز دي او تعلم على كل البارتيشنز اللي انت محتاج ان انت تعمل لها سكان، وبعد كده هتبدا ان انت تدوس على الزرار الكبير اللي موجود من تحت واللي هو ستارت سكان. المهم بعد ما تدوس على ستارت سكان هتلاقي الموضوع ده هياخد معاك شويه وقت على حسب الداتا اللي موجوده عندك في الهارد بتاعك او على حسب حجم الهارد بتاعك. هتسيبه يخلص خالص براحته جدا، وبعد ما يخلص هتظهر معاك قائمه تانية فيها كل الفيروسات او كل الملفات الضاره اللي هو اكتشفها. في الوقت ده هتبدا ان انت كل ملف ضار هتلاقي جنبه كلمه ديليت، هتبدا ان انت تدوس عليها. ولو ما لقيتش كلمه ديليت ولقيت مكانها كلمه كيب مثلا اللي هو الملف ده حاسس ان هو ضار ولكن هيخليه على الجهاز. لو انت شايف ان الملف اللي اكتشفه ده ملف مهم بالنسبه لك خليه كيب زي ما هو، ولكن لو ملف مش مهم انصحك ان انت تسلكت على كيب دي وتخليها ديليت، علشان طبعا الملفات دي بتتحقن بعد كده او بتتصاب بالفيروسات وبتبدا ان هي تنتشر. المهم بعد ما اتعلم على كل الملفات دي ديليت ديليت ديليت، وطبعا الكلام ده مش موجود عندي دلوقتي لان انا الجهاز عندي نظيف تماما. المهم بعد ما اتعلم على كل الفيروسات دي وتعمل لها كلها ديليت هتبدا ان انت تقفل اسطوانه الطوارئ بطريقه عاديه جدا. وتاني اسطوانه الطوارئ موجوده معانا واللي هي الخاصه بايست، نفس السيناريو بالظبط. هتبدا ان انت تركب الفلاشه بتاعتك وتبدا ان انت تختار زرار البوت منيو او تدخل على البوت منيو اللي موجود عندك في الجهاز، ومن قائمه البوت منيو هتبدا ان انت تختار اليو اس بي او الفلاشه اللي محروق عليها نظام التشغيل فينتوي او ايا كان نظام التشغيل اللي انت هتستخدمه. المهم بعد ما تختار نظام فينتوي هتبدا ان انت تختار برضو ايست، ومن ايست هتختار بوت نورمال، وزي ما قلت لك ممكن ما تظهر لكش. وبعد كده هتبدا انها تحمل معاك اسطوانه الطوارئ الخاصه بايست، وبعد كده هتظهر معاك قائمه فيها ثلاث اختيارات تقريبا. هتختار الاختيار الاول واللي هو ران ايست سيستم ريسكيو، هتبدا ان انت تختاره بالشكل ده وهيبدا انه يحمل معاك اسطوانه الطوارئ ايست. وطبعا في الخطوه دي بتبدا برضو نفس النظام اللي موجود في كاسبر قبل كده، بتبدا الفلاشه او بيبدا نظام التشغيل او اسطوانه الطوارئ ان هي تحمل معاك عشان تفتح النظام. وبعد ما تفتح معاك اسطوانه الطوارئ ايست وقبل ما يبدا برنامج ايست انه يفتح هتظهر ليك نافذه برضو زي كاسبر سكاي بالظبط، هتبدا ان انت تختار انيبل وانيبل، وبعد كده بتدوس على اكسبت او اوكي اللي موجود عندك في اليمين من تحت. هيظهر ليك بعدها برنامج ايست اللي انت هتعمل من خلاله سكان، ولكن قبل ما تعمل سكان هتروح على الشمال كده هتلاقي حاجه اسمها ابديت. ومع العلم ايست هنا ما بيديكش تحذير ان هو محتاج يعمل ابديت، انت بنفسك لازم تتاكد ان الابديت الاخير موجود على الفلاشه او موجود على نظام التشغيل. المهم ان انت هتروح على الشمال كده وتختار كلمه ابديت، وانت مجرد ما بتدوس على ابديت بيبدا البرنامج انه يعمل ابديت من خلال الانترنت. وبرده ده بيعتمد على سرعه الانترنت اللي موجوده عندك، سواء هياخد معاك وقت كتير او وقت قليل. وبعد ما بيعمل معاك ابديت هتبدا ان انت ترجع لتاني قائمه موجوده تحت الهوم بالظبط علشان تبدا تختار البارتيشنز اللي انت محتاج تعمل لها سكان. وقبل ما بتختار البارتيشنز بتاعتك وقبل ما تعمل سكان لازم تختار الاختيار ده. هتلاقي عندك نوعين من الفحص، اول نوع واللي هو السمارت سكان، وتاني نوع واللي هو اندبس سكان، وده الفحص العميق. وفي الحاله دي لازم انت تختار الفحص العميق علشان انت كده كده لازم تحذف كل الفيروسات اللي موجوده عندك في الجهاز. المهم بعد ما تختار اندبس سكان او سمارت سكان زي ما تحب برضو، هتبدا دلوقتي ان انت تتعلم على البارتيشنز بتاعتك، واللي في حالتي دلوقتي هنختار على كمبيوتر او هنعلم على كمبيوتر. وبعد ما بتعلم على البارتيشنز بتاعتك هتبدا ان انت تدوس على سكان، وبيبدا دلوقتي انه يعمل سكان للبارتيشنز بتاعتك بالكامل. وبعد ما بيخلص سكان او فحص للكمبيوتر بتاعك وعكس كاسبر سكاي بيبدا انه هنا يحذف الفيروسات بطريقه تلقائيه، ولكن كل اللي بيعمله ان بيديك لوج او نتيجه نهائيه او تقرير في كل الفيروسات او كل الملفات اللي تم اكتشافها انها فيروس وحذفها. وبعد ما بتعمل سكان ويتحذف الفيروسات بتبدا ان انت تقفل نظام التشغيل بطريقه تلقائيه. ودلوقتي انت محتاج تعرف ايه النظام اللي انا استخدمته علشان اقدر احرق اسطوانه الطوارئ دي على الفلاشه بتاعتي. النظام اللي انا استخدمته في حالتي دلوقتي هو نظام فينتوي، وانا كنت عامل فيديو على القناه قبل كده تقدر ان انت تشوفه، هسيب لك الرابط بتاعه في الديسكربشن الخاص بالفيديو ده، تقدر ان انت تروح تشوف عشان تعرف ازاي تحرق انظمه التشغيل او اسطوانات الطوارئ على النظام ده. وكمان سايب لك رابط تحميل اسطوانات الطوارئ في الديسكربشن الخاص بالفيديو ده، تقدر ان انت تروح تحمل الاسطوانه اللي انت حابب ان انت تستخدمها. وكده تقريبا الفيديو انتهى، ولكن انا عايز اقول لك نصيحه مهمه جدا. دايما خلي معاك فلاشه 16 جيجا او 32 جيجا يكون محروق عليها 3 انظمه او 4 انظمه. اول حاجه لازم يكون عندك نظام ويندوز 10 او ويندوز 7 او 8.1 او ويندوز 11 حسب نظام التشغيل اللي انت بتستخدمه دايما، ويكون عندك كمان اسطوانات الطوارئ سواء ايست او كاسبر سكاي زي ما تحب، او حتى الاثنين مع بعض زي ما انا موجود دلوقتي في حالتي. والكلام ده طبعا
بيحتاج فلاشة كبيرة، ولكن المعضلة هنا مش الفلاشة، المعضلة هنا برنامج او نظام التشغيل اللي انت هتحرق عليه الايزو ده. وهنا انا رشحت لك فينتوي. فينتوي من البرامج المميزة جدا او انظمة البوت المميزة جدا اللي من خلالها بتقدر ان انت تحرق اكتر من نظام تشغيل في نفس الوقت على فلاشة واحدة. وخلي بالك جدا من كلمة فلاشة واحدة دي، لان دي حاجة مش موجودة او مش كل انظمة التشغيل بتعملها. وليه انا رشحت لك برنامج فينتوي او نظام بوت فينتوي؟ لان بكل بساطة انت ممكن في اي وقت تتفيروس، وممكن كمان في اي وقت نظام التشغيل عندك يقع. وزي ما شفت قبل كده في القناة كنت عامل فيديو بالكامل ازاي تاخد نسخة احتياطية كاملة لنظام التشغيل بتاعك. ممكن برضو ان انت تحتاج تعمل ريستور للنسخة الاحتياطية دي، فبالتالي لازم يكون عندك فلاشة فيها نظام ويندوز ونظام ايست او نظام فحص عموما يعني، علشان تقدر ان هي تنجدك في المواقف دي. في نهاية الفيديو لو استفدت من الفيديو ده اتمنى دعمك معايا للقناة بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس وزور مدونة الجروب والصفحة على فيسبوك. ولو عندك مشكلة تقدر تواصل معانا على الفيسبوك والتليجرام والانستجرام وحتى فيديوهات التيك توك. ولو عندك استفسار او طلب تقدر تواصل معانا على ارسال الصفحة على الفيسبوك، متاحين كل يوم تقريبا من الساعة 1 الظهر لحد 7 المغرب الا يوم الجمعة. وبس كده.